عامل سي عبد المجيد سي احمد الرفاعي هاشم كله خير وطمنك اخو الدكتور ابراهيم سي عبد المجيد الرفاعي بن عمنا بروفيسور والداعي التبليغي وعديل والد سيد الاستاذ محمد تعالى وزين الله ان وابوه الولي الصالح حسين عبد المجيد سي احمد الرفاعي كان بالمنصوريه شعله هو ويا الوالد سيد الرفاعي كانوا وكان معاهم بنفس القطعه السيد حامد لا قطعه واحد محمد سيد حامد الرفاعي وكانوا شايلين المنصوريه بذكر الله والصلاه على الحبيب كانوا كلها بمسجد الزبير من العوام حمامات مسجد اي والله شنو وصاكم سيد عبد المجيد الرفاعي ابو احمد والله ماكو سلامتك هو دائما يوصينا بتقوى الله سبحانه وتعالى والله. بس ما في شيء ثاني يعني ما عنده كان حمامة مسجد عليكم السلام اي والله فشت تحت باطه اي والله ورد انا لحقته يروح السوق مشي يروح اي والله كان هو سبحان الله من اهل الله ولسانه ما يرطب عندي ما يوقف عن ذكر الله والصلاه عليه يعني. رطب بذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله وشكر الله بالله سيد هذا الانسان يعني الانسان مرحله صح. يعديها ويمشي بس اي صح الحمد لله على كل حال خلقنا الانسان في كبد نعم لا شك وهني خلفكم الوالد سيد يوسف الرفاعي قبره وبنتك العلويه انفال انفال السيد هاشم السيد عبد المجيد سي احمد الرفاعي والعلويه امين اختكم وهناك سيد عبد الوهاب سي عبد المجيد الرفاعي والسيد علي خالص سيد حامد وعمي طارق والعلم خالتي نوريه والسيد عبد الله وسعيد سيد يعقوب الرفاعي هني بعد والله وايد فيه خيرية رحمهم الله والجميع سيد انت ما شوف الدكتور ابراهيم مبلى هاليوم خروج رايح مع عبد القادر الراوي ومجموعه رايحين تركيا الحين اي صار له شهر ادعوا لهم بالتوفيق ما ادري عاد لا بعضهم كنا ما وصلوا ويمكن رايحين شمال العراق يا رب وفقهم الوالد كان يقول خطوات يقول مع الري حسبت علينا وانحسبت عليه خطى مشاها يا رب وفقهم وفق السيد مولانا حبيب قلبي دعينا نطلبك في الجمعه المباركه الساعه المباركه اي والله صحة وبعافية وشكرا ان شاء الله امين ارحم العلوي تعال احمد تعال ايوه ضالين هاي الذرية احمد العود اي أيوة والله اسامة ما شاء الله احنا بين اختنا النائب اسامة الشاي هلا هلا والله السادة وهذا السيد احمد شلون السيد احمد الرفاعي الكبير اي أيوة والله هاكم هاي كل واحد سبحانه وزع سبح الله يعطيك العافية اي والله وهاي من كتب الوالد عفوا نعطيكم كل واحد واحد اي والله اي والله الله بالقران يقول ذرية بعضها من بعض وهذا انجليزي يمر عليك احد يبي يسلم الله يرحمه دير بالكم على السيد طول عمرك اي والله امركم طيب الله يرحمه وانا كنت بزور قبر السيد عبد المجيد جدكم ان شاء الله المره الجايه ثبتونا اياه لان كان وليا صالح الوالد وايد يحبه ان شاء الله نلتقي ايوه اي والله ثبتوهم الفاتحه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين لينا من الشمس تشهد علينا الى يوم القيامه صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من متوفي يا سادة يا كرام في يعني حق عزتين وين بيتي وين بدر ورحمهم الله الله يرحمهم